بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم بوكس وبعد كده نكرره ونعمل له اري وبعد كده نعمل له تويست، يعني نخليه يلف حول نفسه. فاقول له بوكس اهوت، تمام، واختار البوكس، ارسم بوكس اهوت، او ممكن اقول له ارسمه لي من السنتر. اختار انا البوكس واقول له سنتر، واقول له من السنتر دوت بالشكل دوت، والارتفاع خليه مثلا 20. طيب محتاج ان انا اكرر الامر دوت، فهقول له انا عايز اعمل array، تمام، كم مره في الاكس واحد، في الواي واحد، في الزد 7. وبعد كده بيقول لي اديني اول نقطه واخر نقطه عشان اكرر عليهم. فاجي هنا واقول له انا عايز من النقطه ديت لحد النقطه دي، واشغل object snap وادوس انتر. يبقى انا كده عملت ايه الاري بتاعي. ناقص بقى ايه؟ ناقص ان انا ارسم ال ابدا اعمل تويست. فعشان اعمل تويست مظبوط هقول له انا هرسم لاين، تمام، اديله زي اكس، تمام، واقول له اللاين بتاعي من نقطة الزيرو زيرو اللي هنا ديت تمام. وهاجي هنا مثلا في دوت وابدا اطلع بالشكل دوت، وبعد كده ادوس انتر عشان نخرج من الامر. ده كده ايه الاكس بتاعي، تمام. طيب دلوقتي بقى بسم الله هاجي هنا اقول له تويست، وبيقول لي حدد العناصر اللي انت عايزها اهيت، وبيقول لي حدد الاكس، الاكس اهوت، تمام. هقول له من اول النقطة ديت، ممكن حتى احدد في 3D end of twist x، تمام، ده الاكس بتاعنا. الانجل خليها 45 مثلا، يعني نبص كده على التوست اللي احنا سميناه، او حتى باين هو من المخطب بتاعه ان هو شكل منتظم وجميل ان شاء الله.